بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيب بعد أخوكم جمال باطفار يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع جمال.
وبذلك يكون أعزائي المشتركين المشاهدين قد تعلمنا كيفية استبدال أو تغيير البريكات الأمامية أو السفايف للمازدا 3 2014، وأيضا الصيانة السريعة أو بعض الفحوصات السريعة مثل فحص الزيت، تعبية ماي المساحات، وتعبية الإطارات وشد الإطارات، أيضا براغي الإطارات. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.